كشف الأمين العام للديوان الوطني للحبوب نصر الدين بسعودي عن تأخر موسم الحصاد هذه السنة لظروف مناخية، يشير عن جاهزية أكثر من 500 نقاط لجمع المحصول والشروع لفتح 9 صوامع للتخزين قريبا. فوزية بسادي. سجل تأخر بالنسبة للظروف المناخية اللي كنا نشاهدوا فيها، وديوان مهني عن طريق التعاونيات ولا عن طريق لجان التفتيش اللي بعدتها الإدارة العامة إلى مختلف التعاونيات اللي متوزعة على كامل التراب الوطني، قرينا فيها أنه هناك جاهزية تاع 500 نقاط جمع المحصول، وكل الظروف مهيئة باش يكون إن شاء الله موسم فلاحي واعد وناجح إن شاء الله. بالبناء كان عندنا في مشاريع بايكون اللي عرفت تأخر بما تأخر يا للأسف، ولكن فيما يخص 9 صوامع للتخزين اللي تقوم بها شركة صينية يتم استلامها قريبا إن شاء الله.